أقعد نفر الله إلى غير الذين كفروا ثانية اثنين إلهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده والله عزيز حكيم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قالوا وجاهدوا
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين صدق الله العظيم.